ان شاء الله تتصور يعني قريب. المفروض ننزل بيه الموسم ده. البنات كلهم جداد لانهم صغننين قوي. اي تي بالعربي يستعرض مجموعه من الاخبار عن جديد النجوم وتحضيراتهم الفنيه المقبله. يعني حلو قوي ان شاء الله. إلى جانب خوضها أولى تجاربها التمثيلية في دور استعراضي غنائي راقص في مسرحية ياما في الجرابي حاوي، بتحضر كارمن سليمان لأغنية جديدة بعنوان لمعلوماتك. كلمات أحمد سرور، ألحان مصطفى جد، توزيع جلال حمداوي، وإن شاء الله تتصور يعني قريب، لسه بنظبط بس التريتمنت بتاعتها. في صبر ولا محتاج مساعدة. في الوقت اللي مرهان حسين بالرغم من إنها كانت حابة احتراف الغنى شفناها مركزة على التمثيل، فإيه البلان اللي بتشتغل عليها؟ موضوع الغنى أنا بقالي فترة طويلة جدا بحضر وعايزة أقدم حاجة للناس، لأن أنا أصلا دخولي للوسط الفني كان عشان أنا كنت عايزة أقدم نفسي كمغنية مش كممثلة. سمعت كتير وفي حاجات أوريدي سجلتها بالفعل، هختار إيه بالظبط وهنزل بيه لسه مش عارف. أغنيهولك والله أغنيهولك. أما مصير مسلسل رهبة فهو المسلسل ده بقاله أكتر من 4 هندخل على 5 سنين، المفروض ننزل بيه الموسم ده بس للأسف برضو حصلت مشاكل، بس يعني إن شاء الله ربنا يكرم الجميع وما يبقاش فيه مشاكل ونقدر نكمله على خير، بس معرفش إمتى. أنت وأي حد غيرك أنت النوم. ومن دلوقتي لساعتها هنشوفها بتتحضر للمشاركة في عمل جديد، فإيه هي تفاصيله؟ هو فورمات ومعمول مصري، فالاسم ممكن يبقى فيه تغيير شويه، فهو الستات بتعرف تقتل بالزبط. الستات بتعرف تقتل لسه هبتدي تصويره ان شاء الله. الاحداث اللي بلعب فيها انا شخصيتي هي بتدور في الستينات، برضو دور جديد عليا، كندا علوش البطله الانثى، انجي المقدم، احمد وفيق، انجي كوان، واخراج محمد سلامه، انتاج سالي والي. مع احترامي للناس وللاسامي. بعد انتشار خبر مشاركه صلاح عبد الله في مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، صلاح عبد الله بيكشف لإي تي بالعربي صحة الخبر. أنا كنت بصور مع الحاج أحمد السبكي وأحمد عبد الله المؤلف، فهو جاء في الكلام كده، إحنا بتاع أحمد أنت عارفة بقى حركات الحاج أحمد، قلت له ربنا يسهل وبتاع، على ربنا يسهل دي لقيت كل المواقع وكل المجلات، وإحنا لا اتكلمنا في حاجة ولا أي حاجة ولا لسه اتفقنا على حاجة ولا أعرف المسلسل فيه إيه ولا أحداثه إيه، فأنا بقول لك هو التصحيح. يعني حلو قوي إن شاء الله. أما حقيقة تعاقد نجوم مسرح مصر مصطفى خاطر، حمدي المرغني وأسقس على تقديم برنامج كوميدي بعنوان كومبولاج. أنا عرفت البرنامج دوت من السوشيال ميديا وفرحت جدا وقعدت ادور مين اللي بينتج البرنامج دوت، يمكن انا اكلمه اقول له انت فعلا هتعمل برنامج دوت، يعني طبعا كانت اشاعه محدش فينا فهمها. وإلهام شاهين بتالا من خلال إي تي بالعربي عن تحضيرها لعمل نسائي بامتياز. هيبقى أول إعلان عنه اسمه بنات صبرة، كتباه امرأة وإخراج امرأة، كتباه سارة شولح من إخراج منى الخدري لأن هي مخرجة مصرية بس هي عايشة في فرنسا، وهيبقى ده أول إخراج ليها جوه مصر. موضوع مميز وجديد برضو، تركيبة جديدة يعني مؤثرة جدا، عن البنات اللي في القرى الصغيرين اللي هو زواج القاصرات في سن صغير، ممارسة العنف عليهم وعلى آرائهم وعلى أفكارهم، فهو هم دول بنات صبرة. والملفت إن هيشاركها في العمل ده مجموعة مواهب شابة. بنات كلهم جداد لأنهم صغننين قوي، يعني 15 و16 و17 سنة وأقل كمان، في منهم أقل، وصبرة هي أنا اللي شايلة هم البنات كلهم.